لازم المعرفة، لازم الرأي العام الذي يعكس الاتحاد، مش الوقت الذي يعكس معاد البرنامج. حقيقة أنا بتعب، أنا لما بقعد وبتكلم بتعب وما باخدش فلوس زيادة. يعني أنا المرتب بتاعي على أساس إن البرنامج ده ساعتين إلا 10 دقايق، أي وقت بقعده زيادة عن الساعتين إلا 10 دقايق من غير فلوس، محدش بيديني عليه فلوس، ببلاش. طيب أنا غاوي أطلع التلفزيون وحضراتكم وأقعد أقول كلام؟ صدقوا بالله، والله العظيم أنا لولا حبي لهذا الوطن وأنني لدي ما أعلمه من علم مخليني خايف على هذا الوطن، سواء أكلنا حضراتكم الشعب أو السلطة الحاكمة، لأن ما فيش فرق بين السلطة الحاكمة والشعب، هي دي الدولة اللي هو حضراتكم. أقسم بالله لولا هذا الحب وهذا العشق أنا كنت اعتزلت الإعلام، والله العظيم كنت اعتزلت الإعلام، لأن أنا أساسا يعني ما استفدتش من الإعلام، أنا أساسا ما فيش حاجة عادت عليا كتوفيق عكاشة سواء ثروة أو جاه أو حاجة من الإعلام، بالعكس ده أنا تحملته بكل عيوبه ولم أتحمله بمميزاته. فأنا قضيتي حضرتكم والحفاظ على الوطن وبناء رأي عام صحيح مستنير. أنا عندي 17 ولا 18 قناة بواجهها، 17 18 قناة ضدي، وإعلام يستخدم أساليب وطرق لا تتناسب إطلاقا مع مواجهة هذه القنوات. فأنا متوكل على الله متبرعا بأي وقت زيادة. خلاص يا عم، انتوا مش عايزين الوقت الزيادة، مش عايزين تبرع، ماشي يلا يا سيدي ادخل بالفاصل ده، ادخل بتقرير السيد الرئيس في أمريكا، ماشي يا عم خش بالفاصل.